تحافظ على عضلاتك وتقلل الشد العضلي فيها وتقلل الاجهاد وتقلل الالم. تابع معانا الفيديو للاخر. وعليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وعافيه ورمضان كريم. النهارده حابب اتكلم لكم عن معدن مهم جدا بنحتاجه في جسمنا، نحافظ على عضلاتنا وبنحافظ على العظم وبنحافظ على صحتنا وبنقوي المناعه وبنحسن حرق الدهون كمان، هو معدن المغنيسيوم. المغنيسيوم الجسم بيحتاجه بصوره كبيره لانه بيحافظ على عضلاتنا وبيقلل الشد العضلي فيها، كمان بيحافظ على العظم، بيحافظ على القلب وبيحافظ على الشرايين وبيحافظ على الضغط، بيقلل اعراض السكر وبيقلل الاكتئاب وبيقلل التوتر وبيقلل مشاكل القولون، وهو علاج فعال لكل الناس. لازم ناخده من الاكل كمان، يعني نهتم بالاكل اللي فيه مغنيسيوم. النهارده حابب اكلمكم في الحلقه عن بعض الاكلات المهمه جدا اللي فيها المغنيسيوم علشان نضمن ان الجسم يدخل له مغنيسيوم كويس، نقلل الشد العضلي ونزود المناعه، نحسن حرق الدهون، نحسن وظائف الجسم كلها. المغنيسيوم موجود في حبوب القمح الكامله اللي هي اتطحنت بقشرتها، زي الرز البني وزي المكرونه البني وزي البرغل وزي الفريك. كمان موجود في حبوب الشوفان وحبوب الشعير وحبوب الكنوا، وكمان موجود في الذره الصفراء. موجود في مجموعه كبيره من الخضروات، من الخضروات الورقيه زي السبانخ وزي الجرجير، كمان موجود في الكرنب، وكمان موجود في اللفت، وموجود في البنجر، وموجود في البروكلي. بالنسبه للفواكه هو موجود في الموز وفي التفاح وفي الافوكادو وفي المشمش. الاسماك الدهنيه زي السلمون وزي الماكريل وزي السردين، كمان موجود في التونه، وكمان موجود في سمك الهلبوت، كمان موجود في بذور الكتان وبذور عباد الشمس او لب عباد الشمس، موجود في المكسرات زي الجوز وزي اللوز وزي السوداني وزي الكاجو. انت نحط في اكلنا برضو كزبره، وموجود في التوم، كمان موجود في مشروب النعناع. نشرب كمية مياه كبيرة قوي دايما خلال اليوم، والمياه كمان المهمة بتبقى فيها معادن مهمة جدا زي المغنيسيوم، بنحافظ بيها على صحتنا وعلى عضلاتنا. المغنيسيوم موجود في الشوكولاتة السوداء او الشوكولاتة الداكنة، وموجود في مشروب الكاكاو. بيحافظ على صحتنا وبيحافظ على عضلاتنا وعظمنا، بيقلل الالتهابات في الجسم، بيقلل تجمع السوائل او احتباس المياه في الجسم، بيحافظ على قلبنا وعلى شرايننا، بيقلل مشاكل الضغط، بيقلل السكر كمان، كمان بيقلل التوتر والاكتئاب، كمان بيساعد المخ يبقى في حالة سعادة لأنه بينشط هرمون السيروتونين اللي بيحافظ على المخ إن هو ما يبقاش في حالة توتر ولا أرق. الفيديو يكون عجبكم، وقدمت لكم نصايح مهمة جدا للصحة. يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وعافية. كنت معاكم في دقيقة لصحتك دكتور أحمد مكاوي، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية. ما تنسوش تفعلوا الاشتراك في القناة والجرس عشان يصلكم كل جديد. ألقاكم في فيديو جديد مهم لصحتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان جانا وسرعنا.